وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. الحمد لله، الحمد لله المحمود على كل حال وفي كل حال، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الإسلام هو دين الرحمة في كل مظاهره، في صلتك بالله فهو الرحمن، في صلتك بالناس فإنما يرحم الله من عباده الرحماء بخلقه، ولا يمكن لقلب قاس أن يحمل رسالة الإسلام التي هي رسالة الرحمة. أيها الإخوة في الله والأخوات، إن قسوة القلب مرض خطير قد يؤدي بصاحبه إلى التهلكة، وإن رقة القلب المليء بالرحمة هو من علامات النجاة يوم القيامة. فإن لرقة القلب علامات، فمن علامات رقة القلب أن لا يفتر صاحبه عن ذكر الله، فإن ذكر الله تطمئن به القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي القلب فاقة لا يسدها إلا ذكر الله، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، أشكو قسوة قلبي. قال: أذبه بذكر الله، أذبه بذكر الله. ومن علامات رقة القلب أن يكون صاحبه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا، ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. وسبحان الله، نحن الواحد منا إذا دخل في الصلاة تذكر أمور دنياه، وما هذا إلا لقسوة في القلب. ومن علامات رقة القلب أن صاحبه إذا فاته ورده أو طاعة من الطاعات وجد لذلك ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله ودنياه. ومنها أن صاحبه يخلو بربه فيتضرع إليه ويدعوه ويتلذذ بين يديه سبحانه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أطلب قلبك في مواطن ثلاثة: عند سماع القرآن، وعند مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده فسل الله قلبا فإنه لا قلب لك. هذا ما قاله الإمام الجليل العالم الكبير الصحابي المشهور رضي الله عنه: أطلب قلبك في مواطن ثلاثة: عند سماع القرآن، وعند مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده فسل الله قلبا فإنه لا قلب لك. ولعلنا نسأل أو نتساءل: من أين تأتي رقة القلوب وانكسارها وإنابتها إلى ربها؟ ومن الذي يتفضل عليها بإخباتها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فالقلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. فالقلوب بيد الله جل وعلا، وهو الذي يصرفها كيف يشاء. والمؤمن يسأل ربه فيقول: اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. نسأل الله عز وجل أن يهدي ويرقق ويزكي قلوبنا. اللهم أمين، اللهم أمين.